مرور النهاردة بقى السبت، طبعا من الأيام اللي دايما بنقول إنه السبت من الأيام اللي فيها يعني سيولة في الحركة المرورية، تحديدا في ساعات الصباح الأولى، لأنه يوم أجازة، مفيش مدارس، مفيش جامعات، بعض الأشغال واخدة طبعا العطلة الأسبوعية بتاعتها. ولكن تعالوا برضو نروح نشوف من صلاح سالم، بنبدأ مع حضراتكم الطريق، بداية الطريق طبعا صلاح سالم من الشوارع الحيوية جدا جدا، بيربط طبعا بين محاور كتيرة قوي، فده في سيولة أهو، اللون الأخضر هو اللي مسيطر زي ما شايفين كده على الخريطة، مفيش طبعا زحام الحمد لله، ولكن ده طبيعي ان احنا ممكن نشوف شوية حركة في الشارع بعد الظهر، بعد ما الشمس بتطلع شوية وبتبدأ الناس بقى تستعد لأسبوع جديد من العمل والدراسة، فبنلاقي شوية في حركة في الشوارع. ولكن الساعة 8 الصبح بنلاقي دايما يوم السبت فاضي كده زي ما انتوا شايفين، اللون الأخضر هو اللي مسيطر على الخريطة. كوبري 6 أكتوبر طبعا من الكباري اللي مهمة جدا جدا، اللي دايما بنبقى حريصين ان احنا نقول الحركة عليه ايه، برضو في سيولة في الحركة المرورية زي ما انتوا شايفين على الجانبين. دخلنا على قصر النيل زي ما حضراتكم شايفين، بنبدأ دايما من القاهرة للجيزة، المهندسين بقى والزمالك. دخلنا على محور 26 يوليو، برضو السيولة هي السائدة في الخريطة، ودايما بنقول لما بنلاقي الدنيا فاضية ببقى حريصة ان انا انوه او انبه انه نلتزم بالسرعات المقررة، نرتدي حزام الامان، لانه في الاول وفي الاخر يعني طبعا المخالفات لكل المخالفين هتتضبط، ولكن الفكرة في صحتك وامنك وسلامك، وانك انت ما تعملش اي نوع من انواع المخالفات علشان انت سايق على طريق حواليك ناس. فبالتالي طبعا دايما بنقول لو سمحتم راعوا ان انتوا ماشيين في الشارع، فعايزين نبقى دايما حريصين على سلامتكم وسلامة اللي حواليكم.